مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصفحة الأخيرة. في هذه الحلقة سنبدأ من حيث توقفنا في الحلقة الماضية، طبعا وهي مرحلة تعيين ضيفنا في منظمة استثمار نهر السنغال والأحداث التي تلت ذلك، خاصة أحداث بين موريتانيا والسنغال 1989. أهلا بك معالي الوزير سيدي. في الحلقة الماضية توقفنا عند إقالتكم من 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 المراقب العام أعتقد في الدولة، وتعيين زميلكم السيد محمد البكر بعدكم. بعد فترة، بعد 9 أشهر، دعاك الرئيس معاوية وأخبرك بأنه سيعينك أمينا عاما لمنظمة استثمار نهر السنغال. حدثنا عن الدعوة، ما الذي جرى بينك ومعاوية في تلك اللحظة عندما دعاك؟ طبعا أنا عرفت، قلت لك أنا ما قد عينت وظيفة عالمي يعين فيها ولا قد طلبتها ولو الملائم. كلهم تفاجأ، كلهم يعني فاجئني لا أنت يعني موظف للدولة، ومن يعيطوا لي نشتغلوا تو من ينقزوني من اللي يسألون ويقعدوا تو، معناها ما عندي. إذا لا يعيط لي معاوية ولا يقول لي فعلا على أنه يا خارجين وظيفتين، فهم يتداولوا بين موريتانيا ومالي والمقر في السنغال، يقر الأمانة العامة والمفوض هذا بين مالي والسنغال، مرة ننظر ذوك ومرة ننظر ذوك. جميل. إذن كانت هذه المرة مالي هو اللي عنده منضة المفوض السامي، وموريتانيا عندها الأمين العام. الأمين العام، جميل. إذن لا يعيطني معاوية ويقول لي على أنه لا هي عينك من عام، وهو التعيين يخلق قمة الرؤساء عقب اجتماع تقدم الدولة اسم الشخص، تقدم الدولة هذا مجلس الوزراء، مجلس الوزراء وزراء المنظمة، المنظمة. جميل. وتوف لا يعيط ويقول هالي، لا ينقول له لأني سيد الرئيس، قلت له أنا ماشي من هون بيلي الإدارة الموريتانية ما قدت تهضم ذا اللي هامني في التسيير، وماشي مهم التسيير، وظيفة تسييرية، هم اللي لا موريتانيا والسنغال ومالي لا نفس المناخ وشنو إن شاء الله يعود التصرف الحال. لا يتلفت علي ويقول لي سيدي التسيير ما مهم، يا غير مذكور لأنها هي ذيك فم عش الحركة فلان، يا الله تشوف مع السفير، يعني كأنك أصبحت ممشي إياك تشوف الكوار منهم فلان ومنهم فلان، وتمنى نقوله للسفير ونخابر به. تو سكت وجيت للمنظمة لحقت فيها واحد من التوارق، قال له محمد أحمد هم أقهماني، وكان وزير سابق ذاك، كان وزير التجهيز مالي وراجل متعدل مالي، وهو هو المفوض ذيك الساعة. وجيت وتوه فتحت عليها، أعطيته نبذة عن سيرتي وأسباب تعييني له، وعلى أني ذي المكلف به ماني مستعد له، وعلى أنه هو ملي ناصحه، يعني أنه شي كامل لا يعدل فيه شي ما هو مضبوط لا يكلفني به، وتو على أني أنا ماني لا نشكي، لا يعتبرني لاجئ عنده، وتوه لا نسجل في الجامعة ولا ينعدل دراسات عليا. هل أبلغته بأنك جاي بأخبار فلم وأخبار؟ ما أنا لا، ذاك ما قلت له، لا قلت له باطل إني ما قلت له توب على إني ذاك المكلف بها ماني مستعد له. جميل. وما اللي قلت له هو يعني إن ذاك اللي لا يعدل فيه الشيء ما هو. على الطريق لا يوخذه. لا يوخذه علي ولا ينشكي منه، يا غير لا يوخذه علي توب. جميل. تفاعل معي، هو راجل متعدل، تفاعل معلوم، وكلفني بتسيير الموارد البشرية، ودار على رئيس لجنة الصفقات، وتوه بدأنا نشتغل وتمينا في انسجام إلين فصلنا. لا يتفصلنا الأحداث. الأحداث خلقت بعد مجيك بكم؟ المنضى 4 سنوات. أنا الأحداث خلقت تقريبا سنة ونص، يلي أنا جيت سنة 87، جيت في 88 تقريبا، اندلعت ابريل، انا جيت في 87 والاحداث اندلعت ابريل 89، في موريتانيا 24 ابريل وفي السنغال 28 ابريل. حدثنا عنها. اذا لاهين تم ذيك الفتره الين هو خلق ذاك المناخ،
عاد الوضع ما تلقبال حتى وتو لين تم يوم الجمعة ولا يخلق فيه ذا إلين رمضان 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 لأن راهو لراسات سابق ذاك أباتيك وقدر من أباتيك هوك سنغال أباتيك سنغال أباتيك سنغال ولا هي يتصل بي ولكن حني سيدي قبل ما ندخل فيها شوي لا المشاهد يتنور في الموضوع الإرهاصات اللي سبق الثاك هل كانت هناك أحداث سياسية يعني معاوية وعبد الجوف لم يكونا على استجامته أو أن الأمر يتعلق بالفلام أو يتعلق بإرهاصات أحداث 87 أي الانقلاب الذي قيل إنه كان سيتم حسب ما هو لم يتم ما هي اللي أنت قلت بدأت الإرهاصات شنو هي الإرهاصات اللي إرهاصات لأن الأنظمة الاثنين كلهم عنده مشاكل ذيك الساعة عبد الجوف كانوا انتخابات 8 عندنا فبراير إلى رد الله 88 ودعات المعارضة المزورها وعدل هو بعد في الشوط الثاني عدل كوفرف في منطقة دكار كاملة وحبس عبد الجوف عبد الله واد كان زعيم كان مترشح وكان مترشح مع آخر رئاسة صح إذن عاد عبد الجوف يختار مردة تلهي المعارضة عن 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 انتخابات تعود مردة أخرى له تلهيهم وعاد مولي عبد الجوف ذيك مولي الأحداث اللي خلقت من في موريتاني عقب الموريتاني ذيك قلت 77 والأحداث 86 ذاك اللي خلق كامل وفعلا كانت ذيك القضية المزارعين والمنمين اللي خلقت فيها أيضا عبد الله ود المعارضة في السنغالية وعبد الله ود تحديدا كان خطابهم في الحملات الانتخابية لا كان قلت لك أعلن محرط ذاك جاي والمثلة كانت صراع لأن عبد الجوف منين تقبل المعارضة المبادرة بتعود هي زعيمة تلك المردة وتعود هي اللي مدافع عنها ذاك اللي هي خلق له مشاكل يختر هو يسبقها ويقبل ذاك الإجراء اللي قبل لا هي فعلا اللي تلفن علي أنا حد من الأهل الشيخ صد أحمد العمر بي رحمه ساعة عمدة العيون يا غير سائهم في المعاكشو تلفع لي يوم الثلاثة يوم الأربعة وقول لي سيدي منين يعلموا السنغاليين بذلوا عدلهم هون ما لي يبقى منكم راس على رقبة إذن أخذ جاي بالعجل هو ذلك ساعة المفوض ما وهم وأنا هو اللي كنت عندي نيابته ولا أنا مولي ما قد نحرك وتوه ما إذن لا هي مولي موريتاني تعدل إجرائين واحد زيارة الوزير وزير الداخلية اللي قال أعلن زار السنغال لوزير الداخلية جبريل عبد الله ولا يقول أعلن سابق ذاك شوي لا رحمه الله يا رحمه لا يقول اعلن قد تعود الا زلته لسانته والله باطنه ولا لا يقول لهم هو كدافر بالفرنسيه معناها جيفكم لهن مشوهم لكم تعرف لك ذاك هذا قالوا في دكار والله هذا قالوا في دكار بتصريح في دكار قالوا بتصريح في دكار قال ياسم الشجاعات هي معناها بالنسبه له الجثمان جثامين لهن مشوهم لكم تو كانوا قال حالي غير بدل من بالفرنسيه قال كدافر وترجمتها جاء لجاء والله جاء الحاتم إذن عاقب ذاك لا يعلن المجاريح لا يمشاو في طائرة ولا يجول ذكار ويترقى لهم عبد الجوف ويجيهم يزورهم في المستشفيات ولا يعد الخطاب في الليل ليلة الجمعة يبكي فيه ويقول يعني ذا الشاف ما قط شافوا علنا كذا إذن فعلن تحريض والله قاع أمر بعلن الناس يلا تنتقاموا وتوب من عاد نهار بدأت الأحداث في السنغال بعدها السنغالي تلك لهين عود لهين تمانا في المكتب كنت عندي اجتماع مع خبراء كنديين فمت تم العمل الاجتماعي لين ما لا تكون الصلاة تقريبا وكان مسيد ما هو بعيد منه هو الصفوف قاع لاحقين مرقب المسيد وهم قريب من المكتب توقر بعد لاخرت وحاس بشي معنا ماني ما من خطاب الرئيس البارح وأنا ماني حتى تمارك يكون الله يخلق شي كبت بعد وتميت بعد المنزل ومنين جيت اني اعلنيت عن اللي انقيس المسيد حدانا فمت نصلي فمولي قبل قرارني ماني قيس المسيد ما صليت الجمعه صليت الظهر وتكيت وتوف صايم وتعبان وتوف وتكيت ورقد تميت الساعه الخامسه اللي هي جارنا
ما بعيد منها فما سنغالية هي تكرر علي تكرر البيت كرتين توفت تحت. قالت لي أنا هي عايدة تعمل عندها معمل كوافز تجميل النساء هذا. وقالت لي أنا قالت لي تميت في محل ضرك اللي نخاض علي قدر من الناس أيديهم ملطخة بالدماء وعندهم سيوف وسكاكين وكذا ويعيطوا النار 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 أنا عينوا على البغاء. وقالت لي الغريب قالت لي على أن بوليس حاميتهم على أن هي بالحال وما ماشيين يعيطوا العياط. وجيت لي أخبركم وتوفت قبضوا حذركم ومليانة مستعدة ولو تعودوا تلجوا بيتي أنا لعادوا لعادة بيتكم أنتم عند الحال تعودوا معي أنا بيتي. قلت لي جازك خيرا. وذلك طالعوا لنا أمي للعمال من تحت القرضاية وقالوا لنا لا تتوخمكم حد اللي بتبقوا كاملين قولوا نحن قولوا نحن يا غير أنتم لا يخالكم حد. تو عادت عندي ذكرى على أن ذاك الفترة آخر رمضان وصلني شيء من ناس اللي هي من الشرق فمت يبيع الحيوان الحيوان تمت في العيد تميت قايس السوق سوق الحيوان دور تعرف تجبرش من كاين اجبرش من وجبرت الاثنين جبتهم معايا جبرت معايا وتوهم اللي عندهم الفضه وكانت وجيتهم جبتهم ومن عاد في الليل مليخ. انت محمي كنت ما انا ماشي سوبرتو لا سوبرتو تو شوفها انا سوبرتو ما غير تحيل لنا قلت انك الدراعه تواعدت معها هذه الايام اياك الدراعه كاع كنت متواعد معها بالشغله غير اللي عقب قاع معتي تنسى وعدت لا قد نعود مغربي والله زين حتى زين حتى التمويه يعني معنا معني جبتهم معك جبتهم معايا ومن عاد اشتملت الظالمه وافطرت قست السفير دار السفير سفير محمد المختار والنزام وجيت وشدينا الاخبار بعض قعدت معاه وهذا هو الوضع بعض تأزم وتوه ورجعت للدار انت معاك العائله معاي العائله وسميت لنا تلفنت على امين عام وزاره المياه اللي هي اللي وصيت لونفس وزاره المياه السنغاليه وقلت له الاخبار وقلت له وقال لي ندور اتصل بك في ربع ساعة ولا اتصل بي وقال لي أنا اتصلت بوزارة الدفاع هي اللي عندها ضرك الأمن وقالوا على أنهم الأمن يوفر الموريتانيين الله محلين الله في دار السفير والله المعرض هوك حد المطار وتو طرح عني تليفون 20 دقيقة عقب ذاك ذا جاي الفرقة من الدرك جاتك أنت جاتني أنا في المنزل وقالت لنا لأننا نأخذ نقيس واحدة من ذو الجهات بغيتوها تلفت هو أقرب شيء السفارة باط وقست دار السفير وجيت فم وباط البيت اللي أعطيت مفتاحه للجارة سينغالية هذه وقلت لها هذا اللي نقول لك ذاك اللي يعدل يوتو مشينا احنا بحالنا ما شريف دين ما نراد نسبة نهاية دين وتو عندنا طفيل يرضع وطفيل أخر أكبر منه تو مشينا احنا وتو أمالنا والرجال الاثنين اللي جبت من شهر سنغال وجينا لدار السفير إذن عادت بدأوا يجوكم الناس بدأوا يجي الناس جاءوا موظفين كاملين بعد الموظفين اللي في المنظمات والطلاب وكلاء باسمية إيش قال أسكنا وبعض الطلاب ومنظمت بعض الطلاب وبعض التجار ملي الكبار باللي سنغال ذيك الساعة في قدر من التجار الكبار وعندهم مؤسسات وتعاملوا التجار ملي مع هذول كاملين فهم وتعاملوا التجار ملي مع بعض من الجهات الامنيه ورفدوا لهم دبشهم كاملين ابا مقازيناتهم ومثل الحوش من طريفا كانت في وحده تيفي تبيع للناس هي تميت جايتني الطفيله قالت لي انها الدور نشريها للتنقل قلت لها التنقل نشريها من منين احنا علينا حراس قالت لي ذيك السيده تبيعها ذاك هو عاد تبيع سيده موريتانيه هذه عاد تبيع دلوير وتبيع مار وتبيع ذا كامل وقفت بيها عيطت له قلت له فلان بقيت اليوم قبل القدام قلت له شوف احنا ما عندنا الشاشة والعليات مقاردين صنادرة من السنغال ولاهم قداك وقد يعودوا قاع معهم زينين فينا ومنين تعلم هذه الحي على ان هون مرسانديس وما يدرك دواب باتيك يدور يهجموا علينا احنا هون واذا قد خطير على التركة والحال الا وقف اذا الينا لين مشوا عنا بعد الاسر والعيال والنعلم وتوف اذا المهم على ان مشيت الاسره وتوف ولهي فعلا ذيك الساعه يخلي قدر من الدعايه اللي ما هو ايش ما هو على ذيك الحال باللي لا يجينا حد من السفاره ويقول لنا حذروا
العليات ينقطعوا وذنهم، يشوف واحد منهم بدله والله شيء تنقطع وذنها قاع ما تنثر من الهتوب يعني دعايه ولا يمشي بشيء ولا يمشي بلا يفتح حد شيء ولا كذا، وخلعنا فعلا، وهو ما قدينا نمشوا بشيء ولا ندبروا لشيء. منين ليلتين نمشوا جانا فرقه من الدرك مشات بينا محارستنا، ومنين جينا تلقاونا البوليس ودارونا في الجهه الدوليه سابق عادوا الاجراءات وعدنا فيها الامن، ولا ما شفنا شيء بعد معدل نحن اشاعه ان السفير بلال الورزقي وها انه ملي نعطب ذاك ملي لا من الدعايه. انا سمعت انا باذني بيان معدله وزاره الداخليه وخاض في الرجو اعلن انه سفاره موريتانيا انه هجم عليها وعلن مات فيها واحد قالوا بلال فال وان واحد ملي قالوا بلال الورزقي انه جرح جروح بالغه. انا حدثني بلال بلال مجروح في جرايح عبد الحال في دوب من هون ولا هو قداه قد يعود فعلا ما خابته حجره والله جارح وحياه. تكلم لي عنه هو بلال هذه الاحداث تكلم لي عنها محمد المختار للزامل في حلقه من البرنامج تكلم لي عنها بلال طبعا تحدث عنها بلال فال ما هو خالق اي بلال والمرزق بلال فال ما هو خالق قاع واللي شاع انه مات ما هو خالق اذا هذول اسامي الاثنين مدير بهم تجيش شريحه معينه من موريتانيين. مشيت الاسره وتميت انا فهم من قيس المكتب ونجي ما قط الحقني شيء خاسر الين مشيت خفت الاحداث اسبوع الله خفت الاحداث وجا المفوض وتو جيت الى جميل جيت ومن دار بلا توقف يعني في وظيفه كنت فيها بالعجله. احنا هذيك الساعه كان ذا في ابريل ولا هي نقيس الخيام وتوه نقيس الخيام ولا يجي الخريف وفي الباديه والوالد يرحمه ذيك الساعه سالمه وكنت مرتاح وذيك الساعه نقول احداث ملي على وته ميتشي ملي من وته كبيره كانت هون كانت عندي اذا وخلاص كانت قبل من التريزور اذا تم الحال بحال ما الله قاعد مونك حالي حتى من ذاك وعدت بالخيام تميت فيهم. فيه قبل ما تدخل هذا اللي كانت الصحافه السنغاليه تكلمت عن قنصل موريتاني والله شيء والله قنصل فهم انه كان يقبل من الناس امواله والله شيء انها تودعها له والله لا هو جال الناس بفوار وقال لهم فعلا على انهم في خطر على ان اللي عندهم يقدر يقبض وعاد اللي كامل خفيف وبثمنه يعطيه لهم ويقبض السجل وعاد يكتب اسم رقاج ويقبض ذاك اللي هذا كتبت الصحافه السنغالي منين خال صرح على انه قبضته منه هجموا عليه قبض منه وكتبت الصحافه كذبت ذاك والله بعد قالت انه يا غير بعد التصريح خرق جميل. بعد هذه بعد طبعا اقامتك في موريتانيا لا ولكن ما يمكن نمشي عن الاحداث السنغاليه يكون اللي في فقره مهمه عندها بعد انساني تحدث عنها في المذكرات. الجاره السنغاليه اللي خليت وراك اللي تعقبت هي اللي تمشي لكم دبشكم واشرت رد علينا قصتها. هما اثنين قاع هما حادثتين واحده الجماعه اللي الرجال اللي كانوا من الاهل قبضت عند بفضلتهم عيادة الواحد من السنغال ديك الساعة ماشي مهمة واعد بامكو هو سنغالي ايوه ويشتغل معايا فهم وقلت له هذه المفضة نختارك توصلها لي مصطفى السيدات هو ممثل منظمة منظمة الصحة العالمية واللي مثلها فهم وجيبها له وقول له على انه يكرهها عنده لان يجي حد من عندي يعطيها له. قال لي نعدل لك وثيقه. قلت له وثيقه ما هي مهمه انت اللي تعود نزيه ما تحتاج وثيقه ومن تعود مالك نزيه تقدم لي تنكر قاع الوثيقه لا وصل الفضه كما هي وصلها. ولين جيت الخلطه هون ترى هم مشاو سابقي ومن جيتهم قلت لهم قالوا لي احنا ما فتشنا قاع وفضلت كانت قد ما تنقبض منا وتعطيت انت لواحد من السنغال ومرت وتوب وتوب مشاو اعطيتهم رساله للمصطفى ومن جاوها طعم الفضاء ما تفقدوا من هالشيء. هي فعلا اعطيتها المفتاح كيف قلت لها قبيل ومشينا عنه. منين جات المنزل فيه كل شيء فقع ناسي وقاتع على الطابله خليتها مطروحه لما تو عجلت عنها وتو قال لي منين جات المفوضيه وقالت له على انها لا يتمشينا لا يدير في كونتينر ونتمشينا الدبش جانا
ما تفقدنا منه شيء، والوقات جات عجيب، جات بذاك 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 عجيب. اذا هذا حدثين طبعا انسانيه مهمه، هذا مهم. وحتى تصرف الناس معايا في زمني في المفاضيه في المشتقل، ما قط شفت في وجه رقاج شيء شنو خاسر والله شيء من العمال. اذا انت ترى سيدي، ترى اعلن فيه تهويل خلق في اخبار هذه الاحداث، سواء في الجهات الثنتين، حتى مولي حتى مولي هم 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 صحافتهم، حتى صحافتهم كتبت الشيء عن موريتاني. تهويل تهويل واجرام، اجرام كبير بحق هذو الشعبين اللي خوت ويقرانهم الدين ويقرانهم الجغرافيا ويقرانهم التاريخ ولا بيناتهم شيء. اذا وذا اللي خلق باللي كان 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 ما قد تجي لكارتيه تجاره كامله عند السنغال، عند عند الموريتاني، تجارة كاملة كبيرة وصغيرة. جميل. والسنغال في ذاك الوضع اللي كيفتنا من من البؤس والمشاكل الاقتصادية وهذا كامل. إذن ذا لا هي لا يخسر. صح. لا لا يخسر كامل. لا يخسر كامل وتوف، ولا يعود الموريتانيين لا يجوب لهم مدخرة وتوف، وتعود هي اللي شيء غريب، شيء غريب. جميل. في أغسطس 1989 يعني بعد شهرين أو ثلاثة من الأحداث، أحداث السنغال، تم تعيينك مدير لصنلك صنادير، عفوا شركة صنادير. حدثنا عن ملابسات التعيين وبداية المشاكل مع الوزير الوصي، يعني بعد زيارة معاوية لتجكجة أو تاجهند. حدثنا عن تعيينك لصنادير، وهي وشنو هي شركة صنادير، وهل كانت قبلك يعني موجودة والله معدة في نفس السنة؟ لا ينقص الخيام للصنادير اللي تعد من 75 والله أكثر موجودة كذاك. شركة التنمية الريفية، اقترنت حتى هي التنمية الريفية، واقترنت حتى بمديرها الأول. المهم أعلنها شركة تنمية الريفية موجودة من السبعينات، موجودة من السنة من السبعينات، بداية السبعينات. وكان كانت أساسا في النهر في الضفة، وقال عندها إدارات ملي في تقانت، وعندها في تقانت بها اللي كانت في ذوك إدارة في ذوك السدود، وكانت تشتغل مع بعض من الشركات، كانت تشتغل مع جي تي زد، التعاون الألماني والشركات الألمانية، مع هذه الحالة وعندها إدارات في بعض من المناطق. وتوف اذا لين تم بالباديه اغسطس اغسطس الينا هي 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 مديرها كان يبول الشيخ البناني، يبول الشيخ البناني كان مديرها. اذا في قصقص لين تم بالخيام الين يجيني حد، ما انا ما سمعت مجلس الوزراء بيانه، الا يجيني حد يقول لي انت وعينت على صنادير. لين استغرب اولا باللي ما هو قطاعي، انا واحد من الماليه وصنادير التنميه الريفيه. هي تعيينات هلا ما كانوا يعلموا بها، ولا وزارتي ما يعلموا بها، ما الله ورقع السنوات الاخيره عاد الناس تعلم به سابق ما كانوا يعلموا بها، ما يعلموا بها. عييت تعلم يعلمك المسؤول غير بعيدهم اللي ما هو بالضرر. جميل. المهم اعلني قالها لي، ونهار مقد جاني الحاكم عنده مساج من العيون على اللي قال لي انه مطلوب مني ندخل بالعجله. وجيت منين جيت فوق تقريبا 20 يوم وحنا في باساسيون مع المدير السابقي، ومنين وفات باساسيون ومشى بدات العمل. فعلا بداته ما نعرف قطاع، يعني قطاع ما نعرفه حتى، يا غير بعد لا ينعود قاع عندي السنه، لأني لا ينعد الأيام تفكيرية، نعيط المديرين كاملين بالداخل وهون، ولا ينعد التام تفكيرية لأوضاع الشركة حقت أوضاع مالية صعبة، وكانت ملي عدا قدر من المشاكل مع الممولين، وخاصة البنك الدولي اللي كان وصي على ياسر من الأعمال هون فيها. وتوف عدلنا ذاك التقرير، مشيت الوزارة ومشالي الوزير تهنئة كي زاد ريسبسيون مهنئني على هذا العمل، انه ومشات البنك الدولي مالي برقيه على ذاك، على انه بدا الامور بدات توضح، ومهنئ على ذاك. تميت ما نعرف شهر والله ذاك عقب اللي اتصل بي عيط لي الوزير. من هو الوزير؟ وزير التنميه الريفيه، التنميه الريفيه، عيط لي الوزير التنميه الريفيه وقال لي على انه
قال لي على انه الرئيس لا يعدل زياره كانت وعلى انه يختارني نتحضر باطنا نمشي معاهم باللي عندهم هم اداره في شرم على تقانت على اني يلا نختار نجي نتقدم عنها شيء نتقدم عنها شيء عن عمل الشركه بالولايه. قلت له والله غير قلت له الشركه عندها مصاعب ماليه اذا تنقل وفد من هون لا هي موعود مكلف وعندي من المعلومات على المدير اللي في اشرم على انه مهندس زراعي وعلى انه 10 سنوات سابق اذا كان هو المدير الفني للشركه اذا لا يعود اخبر هو في الشركه من يعني الوضعيه من يعني لا يعود مقتصدنا التكاليف اللي هو موجود في المحل في الولايه ولا يعود هم اللي اخبره هو في ذاك اللي يتكلم عن الشركه من يعني هو قال لي ندور نقولها للرئيس اتصل بي وقال لي راني قلت للرئيس وقبل ذاك توش اذا انك عاد لا يمثلك هوك عاد لا يمثلني هو ذاك وانا ما شفته اللي بلقعت معك ما شفته تو لين رجعوا عيط لي الوزير قال لي انت مشيت معنا واحد من الفلان قلت له سيدي الوزير انا مسؤول عن المعلومات اللي قلت لك على انه مهندس زراعي وعلى انه كان مدير فني مده 10 سنوات للشركه وخلفيته السياسيه هو مناش من حاله ماني معني به ما نعرفه شنو قال لي لا واحد من الفلام وكان اللابل اللي منين جيناه يجمع بالكوار وحدهم ويعطيهم هذه التعليمات ويجمع بهم واحد من الفلام وتوف يلا جيبوا لي نواكشوط جيبوا لي نواكشوط انا اللي اجيب ولا انفكتي انا ماني بوزريس ولا هاني برضو عدلت تغيير فهم كان معايا فهمة والحمو فزاز ذا كان هو مدير وكان مستشار مشيت القرقل ومشيت صاحب قرقل اشرام وعيت هو مستشار زين ياك يجي المرشد لقيت له بوليس في تورس وقبلته ولا انا قلت لك اني ما شفته ولا ضرك وتوف لا هي عاقب ذاك يجيني هو اللي هو الوزير ومعاه امين عامه في مقر الشركة في زيارة مباقتة معناها وزاروا جالوا وانتوا منين وفات الزيارة ولهين وادعوا له يركب الوتا قال لي ذو النويس سيما سينه قلت له النويس أنا كلام من السيد الوزير قال لي الكوار قلت له أوقات العمل ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة وعاقب ذاك ما نعرف ذاك يعني الهياكل يعني البوليس يعني الحال ما بيد عنه أخبار تمشي عنه من عاد يوم مجلس الوزراء التابع عيط لي سابق مجلس الوزراء وقال لي لين جيتوا ما ريتوا قعدت نتحراه منين عاد الساعه 9:45 خاض علي وقال لي راك ما تي الصايب نلقى قايس مجلس الوزراء قال لي من وين دور نرجع لك دون عيط لك من رجع عيط لي جيتوا قال لي مجلس الوزراء يمكن قبل قرار بتجريدك من مهامك تجريدك من وليس في اقالتك تجريدك اللي قال انك قلت في الشركه على بالنسبه لك الكوار والبيضان متقادين وعلى انك مانك بوليسي وانت قطعت وزير وتعرف هذه الفتره دارك يا نعود بوليس كاملين وتوف وذيلها انا بعد الله اخوك ولعل عندك مشكله والله شيء انا بعد الله اخوك وصديقك واضح انه هو من نفسه عنده منك موقف من البدايه انا اعرف انا قال لي انا اقول لك قال لي توف لا هذا ما هذا انا ما لا انا جايك الخلفيات جايتك زين مشيت براس من عنده سابق نوصل براس من عنده الوقت عاد لاحق معناها عندنا الناس نقزت يا غير بعد قلت اعلني سابق نوصل نعرف شو خلق في مجلس الوزراء تو ايش برد حد ذيك الساعه كان فيه مصطفى العبيد الرحمن ذيك الساعه وزير التخطيط وتعرف عنده وصايه من جهه على الشركه محمد سالم البوكي كان وزير العدل وتوف لا هي نجبر من الاخبار على ان منين اقترح الوزير التجريدي ان قال لمصطفى قبض الكلام وقال له سيدي الرئيس مصطفى العبيد الرحمن هذه الشركه قال خلقي عليها قدر من المهمات وتالب عليها قدر من المديريه فتره ما هي طويله وذاك ما هو زين عند ممولين وملي يمكن نجاتنا برقيه تهنئه المدير الحالي وراضين عنه إلى عاد القضية ما هي قضية ما لا بد ما لا بد منها الله لأن من مصلحة الشركة لأن يبقى الرجل قلب المدير تنفهم قال محمد سالم البوكة لأن مجال آخر لأنه زمنه في اللينا ذيك الساعة أنا تلميذي فيها وذيك الساعة مديرها
قال عني قادم شهادة إجازي خير مضبوطة وتوب على الأخلاق ولكنه وتوب. قال الرئيس معاوية للوزير سيد الوزير جاوب زملائك قال لهم القضية أمنية ما دامت أمنية وفي الكلام ما تلحد قد يتكلم وتوب. إذن إجبرت أنا من الأخبار وقص الشريك زي. كان عندي ساعة وزير مدير الإدارة المالية طول قال سيد محمد الطالب هو اللي كان عليه هذيك الساعة كان عليه حقته ما أفهم مدير المالية مالية في شركة صنادير شركة صنادير حقته ما هو اللي عليها كان فهم واحد آخر وتو هو فني ومضبوط ودرت وانا عليها عليه تو منين جيت وعيطت له يوم 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 اللي قبل فيه قرار تنجازك أنا ما بجيت البيرو بجيت البيرو عيطت له هو زين قلت له أنا قال الوزير أعلني مجرد من مهامي يعني قلت الكبار والبيضان ما هم ما الله يتقادوا عندي العكس انهم متقادين عندك انهم متقادين عندي وقلت اني ماني بوليسي غير قلت له الوزير اخو واحد من الاهل ولا عنده مش معاه مشكله واذا ما يقدر يدخل في قلت عنده مشكله في صنادير اللي هو الوزير اللي هو الوزير اللي عاد تعرف وهاي جاي نقول عنده مشكله ما يبقيك انت تطلع عليه ما يبقيني اطلع عليها واضح. وانا بعد ما قلت اني اطلع عليها بيقول لي ايش ما يعنيني ما يعنيني وتوفي لنا إذا تعرف قولها لي وإذا ما تعرفها وهي معي شور المحاسبة اللي هنفتش أنا المحاسبة دور كان ينعذر على شيء قال لي عالم قضيتين قلت له شون هما قال لي تعرف مجين مسفرين ذيك الساعة خلقت التاحت فضة بين الموظفين والمشتركات اللي تابعين للوزارة لأي وزارة كل وزارة ذاك اللي حصل من ذاك قال لي تقاسم المدير والوزير وعدلوا الشك حساب صنادير هو اللي خلص منه ذاك المبلغ. اي واخو الوزير جاهون ملي وعدلت معاه الصفقه قال له لا يقبض شي من مواد زراعيه عند الشركه وين قالها اقرينك وعدلت له الفاكتيره وعدل الشك على اسمه يقال المواد ما جاوا للشركه ما استلمتهم الشركه. اذا هذه القضايا تنتين ارمي. وقلت له كافي وقال لي عندي كوبي من الشك وعندي كوبي من اللي من الشك اللي اعطاه الشكات الاثنين عندي منهم كوبيات زين حد وقلت له يجيب لي ذا قلت له انت تطبع انا ما نطبع قال لي والله مليت عليها رساله مشي المعاويه مقتضبه على اني باطل اللي اشتركت انا والوزير وغير قلت له يمكن اطلعت على ان اسباب تجريدي وحده مستغرب على ان في اخر القرن العشرين وملي فتحت صورتك انت كما اعرفك اعلن حد كان بني البشر متقادين تعود جريمه يعاقب عليها هذا كتبته هذا كتبته والاخرى اعلني قلت اني ماني بوليسي مذكرك السيد الرئيس اعلني انا اداري مالي وكنت مكلف باداره الشركه مكلف بالتنميه الزراعيه لا بالاطار ولا بالوظيفه بوليسي فلما تعيني مدير الامن والله نعود يكسى عليه نعود بوليسي ونعدل شغلته الى قبلته قال بعض ذلك ماني بوليسي غير قاعد سيد الرئيس انا عرفت اسباب تجريدي الحقيقيه ورديت عليه القضايا ثنتين زين كتبت ودرت معاهم نسخه ذيك التهنئه لقط مشاري الوزير وبرقيه البنك الدولي ودرت عدلت من الملف عدلت من الملف ومشيت ورقت استراح من عاد الدحميس قست وعد الوليد قست الوليد مدير الديوان صديقي تعرف بين اللي ذيك الفتره اللي فوتنا في الامانه العامه كاملين باط في الوزاره انا في العام وهو مدير الديوان مجابرين بينات المصادر صداقه وجبت له الملف قلت له ندور يوصل للرئيس من خلص وقراه قال لي سيدي ما اقدر نوصل مالك هو ما تركت انا مقعو جاي ما عندي انا ويتحالف ديروا قاعد كوريا وتو قال لي لا ما قدر انا ونجيبه ما قدر نعطيه ما قدر نعطيه يعني ملف الوليد اكتشف ان الملف صعب شويه ايه كيفاش قمت انا وعد نهار من قد البسطه وجيت لسيده فم من العيون ها وفال وقلت لها تصل في البسطه وقلت لها انها تختار تمشي لي بالبريد القيس الرئاسي ريكوماندي وعلى اني منين ترجع تعطيني كوبي من لاكيزا دو ريسبسيون على نسخه من استلام الملف قالت لي والله قعدت انا وعدلت هي الملف ومشات وفرقنت عندهم تيتا وشوطها ورجعت وطاتني نسخه من
زين. من ساعة تلفنت عليه لولي توك بهذا التلفون في حال لباس، قلت له انت ملف وصلك؟ قال لي وصلني سيدي هذه قنبولة. قلت له تنفجر عليك ان شاء الله وعلى من حولك. وتوت مشيت وتميت عاقب ذاك. لان خلق ذاك التغيير اللي ما كان متوقع اللي يمشي فيه جبريل عبد الله من وزاره الداخليه، واللي يمشي فيه ملي الوزير نحن ذا وترك على الحال. وتوه عندي هون شوي نقطه بتوقفوا عند اقاله جبريل عبد الله رحمه الله. كان حكما الشخصيه القويه في النظام، هذا معروف، ومعروف على انه كان يعتبر يد معاويه اليمنى اللي يتحرك بها، سواء كانت امريا سواء ثقه يعني كامله، وكانت بينهم صداقه قبل قبل معاويه يصبح رئيسا. يقال جبريل عبد الله كانت مفاجاه كما ذكرت، وهناك الكثير من الناس اللي تحدث عن اسباب، فيه اسباب تتعلق باسباب امنيه، فيه اسباب، واساسا الاسباب الامنيه هي اللي تم الحديث عنها. أنت كمواطن موريتاني كرجل كل ساعة عندك علاقاتك وتجبر الكواليس وصالوناتكم تون المسؤولين وعندكم أمور، إيش فايدك من أسباب إقالة جبريل عبد الله؟ ما نعرف والله، سمعت ما نعرف. أنا جبريل أخوي تقريبا أعرفه حتى ورأيته في ذيك الفترة، وذكرني بعل أنه ذاك كان بينه هو والهدالة وأنه كذا وأنه ضرك نعاد بكانت وعاد عاد 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 بلوع، لان النباط عنده ثقه معاويه ومعاويه واثق فيه، وعلى انه هذا قال وصنادار رئيس مجلس ادارته كان مستشاره هو مستشار وزير الداخليه ملي في الفتره. اذا فعلا استقالته كانت مفاجئه يا غير. لا تنسى لأن رؤساء والامراء سابقهم ما عندهم معناها قضية السلطة هي أساس تصرفهم وهي أساس ردة أفعالهم، معناها على أن ما عندهم صدقاء ولا عندهم أخوت ولا عندهم هذا لين يلتحق السلطة. أنت إيش سمعت؟ إذا كان اللي سمعته أنت سمعت أنا فاشل يعني أنا ما نعرف أنا إكسام ماني أنا عندي طبيعة لأني فني ونحلف ذاك الفني، والسياسة لا بد لك من صلوهات ولا بد تتردد ولا بد تسمع. ثاني لما إذا نعرف أعلن النظام وأي نظام أعلنه شرائح وأعلنه طوائف وأعلنه يتواكل فيما بينه، وخاصة من عد ما هي مادة كانت زمالة سياسية عميقة موضوعية، مادة عد كانت في حركة سياسية والله بحزب سياسي عنده أهداف وعنده برنامج وعنده ذا، فعد الناس بالحالة مش جابرة وتوف تتناتر ثقة الرئيس، والرئيس هو كل شيء، فعلا يخلي قدر من الأمور اللي تعود تفاجئ قد نقولها. بعد هذه الفترة طبعا بعد هذا التغيير مشى فيه جبريل عبد الله رحمه الله، ومشى وزيرك أنت اللي كانت بينك مع هذه المشاكل، وأنت من أين ذيك الساعة؟ رجعت العيون؟ أنا ما رجعت العيون، تميت من واشنطن ذيك الساعة رمضان ذاك باب طقع. تميت في الدار هونت صايم رمضان، اللي هو جاين ابراهيم السالم والبو علي بهذيك الساعه مدير سمار توفوا ديك الساعه تلفونات ماهم خالقين توفوا هو جايني قال لي انت رئاسه دورك الساعه ويلوذوا 80 وكذا توفوا تلفون علي انا ضركت وهي جاي عد الحاتف وهي جاي توفوا لبست الباس قمت معاه توفوا منين دخلنا على الرئاسه دخلت على الوليد سالمنا وفتح الباب ودخلني على معاوي على الرئيس على الرئيس تو منين جيت وقال لي سالمنا وسوى لي عن الاهل وقال لي جبرت التقرير وحققت بعض النقاط فيه ونختارك تعتبره ماضي تاريخ وراني قررت على نعينك على اللي بدا ذاك البنك التالي للدوله وتعيش قدم المشاكل ونختارك تنقذوا لي والباط مقترق باط تقوم وتبارك مع تقوم. قلت له سيد الرئيس انا ما عندي تجربه في البنوك ولا مالي تكوين فيهم، انا اداري مالي ونعرف الماليه العامه يقر مصارف وذاك ما عندي. اتنسيون قال لي سيدي لا تقول البيار دو فون. وقلت له تعرف مالي المشاكل التسييرية والعلاقة اللي بيني أنا ومحافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد الزين رحمه باللي فات ذاك اللي قلت لك تركنا وقدي ما يسهل لي الأمور قبال
قال لي واحدة لا تقول للبنك الدولي يكون أنك تعرفه. صور لي بالحال على الطابلة قول لهم على أنك تعرفه وأنك تعرفه. تذكرت أنك تذكرت. قال لي مولي أحمد نجاحك ونجاحه ويقال له نبي نور يدور الله يعاونك يدور الله يعاونك يدور الله يعاونك تفضل. مشيت قست حنيني هون شويه نقطه وقدعوا لي مهمه عند بعض المشاهدين. شنو رايك شنو شهادتك حول احمد والزين رحمه الله؟ من الزين نعرف انه اولا بعد قاع ما احنا متعارفين بين اللي ما لنا جيل لا في السياسه ولا في الوظيفه. انا الحركه اللي كنت فيها ما عرفته فيها حركه الكادحين هو قاعد مجيانه من قرايتي. انا قاعد يساوي بعد على الطالب وتخرج من ملي واشتغل في البنك المركزي وتوفوا عاد بالعجله اطار سامي وكبير ونعرف هو انا كساعف اللي هنا هو وزير الماليه والاقتصاد وتوفي ذا لانني ما عندي به احتكاك. احتكاك يعني لا اجتماعي ولا حركي ولا وظيفي اذا ما نعرفه من عرف يا غير بعد نعرف على انه رجل مقتدر ونعرف على انه رجل كفء عرف يعرف يعرف ذلي 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 أوتوا على إنه ذيك الفترة إنه هو زمن وهو فعلا الملف الاقتصادي كامل هو وزارة المالية ووزارة والبنك المركزي كان الله هو كان الله هو ودينامو يعني. كان دينامو لكن ليظهر إعلن واحدة كيف قلت لك ياسر من الأطر منين يشوف تصرف المسؤولين خاصة الساميين فوقه من الصنادر من الجيش إما يختر خداعهم وإما يختر التحفظ معناها ما يختر إجابهم لأن ذاك يقعد يخلق له مشكلة وفعلا يخلق قدر من الناس مشكلة يلي يعني عاقب ذاك لا ينسمع لا يقول يا أحد الوزراء لأنهم يعني سابق يدخلوا على معاوية مجلس الوزراء يتقاولوا عنكم اللي قال الحق في مجلس الوزراء ما هو اللي يرجع أسبوع الجاي. إذا الناس عاد كاملة ناس عاد متحفظة إذا أعلنوا نعرف الله على انه فعلا ذيك الساعه فوت معاه ذيك السنوات ثنتين وانا مدير البنك ما سهل لي قدم الامور غير ملي بعض الاوقات ولا يجو ينصحني معناه هو واضح له وعنده كاريزما عمليه معينه معناه اعلنه واضح له المحيط زين واضح المحيط رجال الاعمال ومحيط المخابرات ومحيط الكامل يعني يقدم لك نصائح ويختار يسلك منه والله متحفظ منه وانا ما وانا طبيعي اخر انا اذا 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 قال لك معاويه اعلن طبعا انكم دور لا تعاونوا يعني ودور لا بدايه العمل شنو وضعيه البنك جيت لحقت انا خارجه جيت اولا بعد اشرح للمشاهدين البنك ليش من جيل الثمانينات والتسعينات حكما ذا البنك كعمل هي ينقال اتحاد بنوك التنميه للدوله وهي الوحده اللي كانت عند الدوله كان عندها الابناء كاملين وعقبت تخلصت منهم سياسه البنك الدولي وضغط من البنك الدولي والخصاصه هذيك الساعه وبقى عندها ايبيديه عندها القرض الزراعي وعندها القرض البحري للصيد وعندها التنمية باطل التدخل في 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 البناء القرض البناء تعدله وعندها جناح تجاري اللي تعدل إذا كانت عندها المهام كاملة وحتى عند هذيك الساعة مشروع المتقاعدين فهمت عندهم اللي عندهم زين حتى تعود تعطي لهم قدر من القروض على الاساس اذا لحقتها ما يخالك شكاتها منين تعطي يجيب لحد شك تعطي لحد شك يبيعوا لحد اخر في سعه يقعد يتسع اسبوع ولا اثنين ولا شهر زين حتى بقل من قيمه الشك ويمشي هو ولا تتعامل معها بمصرف اجنبي ما تلي يتعامل معها بكامل موقفين عنها اذا عندها قدر من الامور سمعت منين جيت عدلت ملي كما عدلت في صنادير ايام تفكيريه وجمعتهم كاملين وقلت لهم على اني انا موظف وزاره الماليه وعلن الى فلسه البنك اعلن راجع لوزارتي
ويقير هما هما اللي يقيس الشارع. وعلني ماني معيط لمكتب خبرات أجنبي ولا هذا بي اللي نعرف على ذا منين يعود هما يختاروا يصلح دور يصلح. وكانوا يستعملوا اللي فهم مستشارين ثلاثة ولا أربعة تونسيين كانوا قاع في البداية هم المديرين وعاقب ذاك وعينوا مديرين موريتانيين وعادوا هم مستشارينهم ساعتهم يشتغل معهم من بنك تونسي قالوا لا بدت كانوا هم. إذن جمعت الخلطة كاملة وقلت لهم وعدت كل منين هو من الشغلة كل دحم ساية نعيط المصلحة الإدارة ونناقش وضعها اللي نعدل نملي خط التقويم وتوف عاد واضحة في الزمن وفي المهام. جميل. وعيرت لجنة مملي تعود مشرفة على تقويم ذاك في فترات وشوف ذاك فعلا بدأت تنعش وبدأت الثقة ترجع لها. حاجة اللي منين مضات علينا سنة سيدي محمد العباسي رحمه ذيك الساعة احنا فم ودادية للبنوك الوطنية كاملة نجابروا فيها ويتلفت علي يضحى يقول لي سيدي انت خلي النشيط الفضة كاملة عادت المتجه شغل شبي اللي احنا ذيك الساعة كان عندنا فرع في كيفة وفرع في كي هيدي وفرع في نواذيبو وعندنا فرع في أطار. وإذا كانوا عندنا فروع عبد الحال ويجيبوا والبنوك الساعة الأخرى الخاصة الموجودة منها بنك سيدي محمد العباس يرحمه بنك سيدي محمد العباس وخالق بالم خالق يذيك وخالق بنك البناء وخالق بس هي ما هاتخلقت إذن فمن بعد مجموعة بنوك. إذن قال لك تم خلي النش خليها معناها المهم أنها بدأت تنعش بدأت تنعش لا يصى ملف ولا يعود فعلنا ملف صعب. قبل الملف انت طرحت على الرئيس لاحظت عن رجال الاعمال انهم ما يودعون عندكم الاموال. ما هو رجال الاعمال والله زاد عليه على مؤسسات الدوله. مؤسسات الدوله ايوه مؤسسات الدوله مؤسسات الدوله ما مؤسسات الدوله ما تودع عند 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 البنك. ايوه وطلبت ملقاه ولقيته. ايوه وقلت له سيد الرئيس البنك بدات تسترجع شوي من روحها يقير الغريب عندي على مؤسسة الدولة ما تودع عندنا وإحنا إلى عادوا بهم مخصصات مصارف مستعدين نخصص لهم ذاك وإلى عادم اللي قضية الفوائد اللي يعطوهم البنوك الأخرى إحنا مستعدين نعطوها لهم. وتلفت علي يضحك وقال لي سيدي ذوك ما هم اللي يعطوهم لك ما هم اللي يطرحوا عندك يكون الى رشيتهم الى اعطيتهم شيء. يعني كان هو معاويه قايلها لك كخبر ولا قايلها لك كنوع من الاعازه لانك يلطق ترشيهم؟ لا 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 قايل هو قايلها غير ما قدم حل يضحك وتوف معناها اعلن هذا هو الواقع وتوف ولا هم قدم لك حل ولا قال لك هو بدل من التلفن عليهم والله يقول لي لين اتصل بي والوزارات مره الحاله قال لي طيرهم كلمة باطل الحال ذوك ما من يطرحوا عندك يكون إذا أعطيتهم شيء. عاد استغربت أنت من استغربتها ويقال ذكرت استسير ما مهم قلت لك أخبار عن أمسان جميل وتصنى. الآن الوقت داهمنا أن هناك أصعب ملف واجهك سميته ملف سفينة اللي أحمدناه احمدنا والله احمدنا هذا هو اللي ذكرت في سنتوقف عند هذا الملف يعني الوقت داهمنا حسب ما يشير المخرج وسنبدا به ان شاء الله حلقتنا المقبله بحول الله. اشكرك مره اخرى معالي الوزير على هذه الاحداث المسروده الحمد لله سردا ممتعا ورائعا. مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج الصفحة الأخيرة لكم تحيات ضيفي معالي الوزير الأسبق سيدي ولي أحمد دية وتحياتي الشيخ سيدي عبد الله والطاقم الذي أشرف على الحلقة كاملة. السلام عليكم.